دخلت الفن بدون مساعدة من أي شخص واشتغلت مع كبار النجوم، وفي الآخر قالوا عليها عميلة. هي الفنانة تيسير فهمي. أهلا بيكم في مجلة الحياة. يوم 18 مايو سنة 1955 اتولدت الفنانة تيسير حسن محمود فهمي، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1977. اكتشفها المخرج الكبير هنري بركات وهو بيدور على وجوه شابة تحت سن العشرين يشاركوا معاه في فيلم عشاء تحت العشرين، وكان الفيلم ده بداية انطلاقتها، وبقت بعدها جديرة انها تقف قدام عظماء النجوم وقتها، منهم الفنان الكبير احمد زكي اللي شاركت معاه في فيلم العوامة رقم 70 سنة 1982، وبعدها بسنتين قدموا مع بعض تاني فيلم وهو الليلة الموعودة. قدمت كمان مجموعة مسلسلات مهمة مع نجوم كبار زي طيور بلا أجنحة ورأفة الهجان في الجزء الأول، وقدمت فيه البطولة قدام محمود عبد العزيز. وفضلت تيسير تقدم أدوار مميزة وتشارك النجوم المميزين في مسلسلاتهم لحد ما بقت هي البطلة في سلسلة مسلسلات زي الهاربة بكل أجزائه، وكانت بتختار مسلسلاتها بعناية وتركيز، وكانت عارفة الطريق اللي هتمشي فيه، وده طبعا جنب مسرحيات كتير. ولو بصينا على حياتها الشخصية هنلاقي إنها اتجوزت مرتين، المرة الأولى من سمير حجازي اللي توفى في حادث الطريق، وبعد وفاته اتعرفت على رجل الأعمال الدكتور أحمد أبو بكر، وكان معاه الجنسية الأمريكية وعايش في أمريكا وبيجي مصر فترات قليلة، وكان ساكن معاها في نفس العمارة، فوقع في حبها من أول نظرة ومن غير ما يعرف حتى أنها فنانة، وهي كمان حبته وتقدم لها وتجوزه، وأسس شركة إنتاج فنية علشانها وأنتج لها أعمال كتير. وبعد جوازها منه حصلت على الجنسية الأمريكية، وبسببها تعرضت للاتهام وقالوا أنها عميلة أجنبية، وده كله علشان شاركت في ثورة 25 يناير سنة 2011، وأصرت على المشاركة في إسقاط النظام وقتها، وأسست حزب المساواة والتنمية وهجمت كمان الإخوان. بس تيسير ما سكتتش وطلعت دفعت عن نفسها، وقالت إن ده واجبها كمواطنة مصرية، إنها لما تلاقي حاجة غلط تتكلم وما تسكتش. وفي سنة 2013 قالت إن الشارع السياسي محتاجها وإنها هتدخل الانتخابات البرلمانية، ورشحت نفسها في انتخابات مجلس الشعب عن دائرة قصر النيل من خلال حزبها المساواة والتنمية، لكن رجعت في كلامها بعد كده وانسحبت، وسابت البلد كلها واستقرت في أمريكا مع جوزها، وبقت تيجي مصر في زيارات قليلة بسبب شغل جوزها، وبعدت عن الأضواء لحد سنة 2018 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة تيسير فهمي وقت مشاركتها في واحد من المؤتمرات مع الفنانة حنان شوقي، وظهرت بنفس ملامحها وما تغيرتش كتير، إلا إنها بس زادت شوية في الوزن وغيرت قصة شعرها، وتفاعل جمهورها مع الصور، في منهم اللي أكد إنها ما تغيرتش خالص، ومنهم اللي قالوا انها كبرت وزاد وزنها عن المعتاد. وفي نفس السنة اتهموا صناع مسلسل أماكن في القلب بطولة تيسير فهمي دينا الشربيني انها سرقت فكرة مسلسل مليكة منهم، لانه نفس فكرة مسلسلهم، وهي ان البطلتين ماجي وإيمي بيتعرضوا لحادث حريق في السجن، وبتموت ماجي اللي بتقوم بدورها تيسير فهمي، وعاشت إيمي اللي قدمتها الفنانة علا غانم، وبسبب ان وشها تشوه عملوا لها عملية تجميل وتحولت لماجي حتى في صوتها. وأعلنت تيسير فهمي يوم 24 من فبراير إصابتها بفيروس كورونا، وطلبت من جمهورها أنهم يدعوا لها، وعملت بعدها مداخلة في برنامج تلفزيوني علشان تطمن محبيها عليها، وأكدت أنها بقت كويسة وفي فترة التعافي. ولما سألوها عن رجوعها للساحة الفنية مرة تانية قالت أن جمهورها وحشها جدا، لكن مفيش أعمال دلوقتي بتشارك فيها ومش عارفة هل هتشارك قريب ولا لأ، وأكدت أنها ما اعتزلتش الفن، هي بس مش لاقي عمل يناسبها. وفي الفترة الحالية بتشتغل في العمل التطوعي من خلال جمعية أهلية بتقدم خدمات للناس اللي ظروفهم صعبة، وعلى قد ما بتقدر بتعمل ده بشكل شخصي ومن فلوسها وفي حدود إمكانياتها، والجمعية مش بتقبل التبرعات من حد. وفي النهاية بنتمنى للفنانة تيسير فهمي دوام الصحة، ومنتظرينها في أعمال فنية قريب.